كنا نقدم لكم كمان مجموعة من المواضيع. محطتنا هلأ مع إيلي صعب، دكتور في الكيمياء وعالم مستحضرات التجميل. رح نحكي نحن وإيلي عن كيفية استعمال الكريمات بالصيف وعن مدار الشمس وكيف لازم نستعمل الواقي الشمسي. إيلي صباح الخير. بونجور. كيفك اليوم؟ نشكر الله. أهلا وسهلا فيك. اليوم نحن سوا لنحكي عن موضوع بالغ الأهمية، خاصة أنه نحن على أبواب الصيفية والكل صاروا عم بيتحضروا كيف لازم يستعملوا الكريمات، كيف لازم يقعدوا تحت الشمس بطريقة ما تضرهم. نحن بنعرف ساعات الشمس القصوى أي متى ما لازم يتواجدوا فيها، ولكن بداية قصة استعمال الكريمات قديه مهمة وكيف لازم نعرف كيف بدنا نستعمل هالكريمات كل يوم؟ نعم، هلأ أهم شيء هلأ نحن بفترة كتير مهمة أنه نحن قبل الصيف حتى نقول للعالم كيف يستعملوا كريماتهم، كيف يتوقوا طلع على الشمس. نعم. فاستعمال الكريمات كتير مهم بكل الفترات وخصوصي بفترة الصيف، عشان بتعرفوا بفترة الصيف بيكون شوية طقس يعني الشمس قوية، فبدأ يصير عنا نشفان بالبشرة مثل الأرض، إذا ما منسقيها منيح، إذا ما منرتبها منيح بدها تشقق، بدها تجعد على بكير، فالبشرة بدها تجعد إذا ما استعملت لها أنا كريمات كل يوم صبح ومساء. اوكي، فاستعمال الكريمات حيكون حنحط كريم نهاري فيه حمايه خفيفه من الشمس اللي هي اس بي اف 15 بيكون مكتوب عليه، اجباري ينحط بكريم نهار هالاس بي اف 15، والمساء بنستعمل كريم فيه كثير مغذيات، مرطبات، هالاشياء، بس على طول طريقه استعمال الكريمات تكون بالطريقه الصحيحه اللي هي من اسفل الخد لفوق ضد جاذبية الأرض، عشان بتعرفوا الجاذبية بتشد الشخص لتحت لتلقطه ليضل ماشي على وجه الكرة الأرضية، فالجاذبية قد ايه هي قوية تتشدنا هالشد كله، فعنا هون هالوزن اللي بالخدود عم ينشد عبر السنين، فبتصيروا تحسوا في تجاعيد حول التم وحول الخدود، فلنتفادى هيدا الشيء ولنلغيه لازم على طول الكريمات تكون من تحت لفوق رقبه وجبين يمين شمال مع التجاعيد، مش كمان بنفتح التجاعيد تما يزيدوا ما يوسعوا. إيلي هيدي شغله كثير مهمه وقلتها هديك المره، قلت لك اول مره بسمعها من حدا، يا ريت بنقول لهم على الكاميرا للسيدات الحلوين هلا عم يتابعونا يفهموا علينا مزبوط كيف لازم الكريم ينحط على الرقبه. نعم. والجبين يمين شمال. اوكي، يعني أوكي. هيك مع التجعيدة تتعبي التجعيدة. أوكي. والوجه، الوجه عندنا هون ماس، عندنا وزن بالخدود، فهالوزن عبر الوقت عم ينزل. أوكي، تما خليه ينزل أنا بدي أعمل مساج لوجهي من تحت لفوق مع وجود الكريمات، يعني بحط شوية كريمات على رأس أصابيعي. أوكي، من تحت لفوق بشيل إيدي ما برجع بنزل ولا مرة، في استعمل الكريم من فوق لتحت على طول من تحت لفوق بشيل ايدي. طيب قال لي قد ايه الفتره، يعني انا بدي ضل ربع ساعه اعمل هيك، خمس دقائق، دقيقتين، قد ايه بدي ضل حط الكريم بهيدي الطريقه من تحت لفوق؟ نعم، هلا ما بدي انا اكون عم باذي البشره، يعني انا بدي اكون عم بحط كميه كريم معينه، بس حس انه هالكريم شربته البشره منيح خلص، يعني مجرد دقيقه دقيقتين. هلا المساج، هيدا المساج كثير مهم، اذا انا خلال نهار الست او الرجل، هلا الرجل ما حيكون حاطط ميك اب، الست اذا حاطه ميك اب ما حتقدر تعمل هيك، فهو اذا منه حاطط ميك اب يقدر يستعمل من تحت لفوق ويشيل ايده. الست على طول كمان قبل ما تنام بشي ساعه ساعه ونص لازم تحط كريماتها تما يرجعوا يروحوا على 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 التخت او شيء، فبنستعمل الكريم قبل بوقت من النوم حتى تكون شربته البشره منيح، ولو نحن ريلاكس عم نحضر تلفزيون او بالتخت او شيء الكريم على طول من تحت لفوق رقبه وجبين يمين شمال، ما نقول انه نحن المسا منا واقفين او منا قاعدين فالارض ما عم تشدنا نزول، لا، هي طريقه الاستعمال كثير مهمه. بس انه بتاثر، يعني انه هل هي فعاله؟ قد ايه رح تاثر بالوجه اذا الواحد حط كريم من تحت لفوق او من فوق لتحت؟ نعم. ما حضرتك عم بتقول دقيقه او دقيقتين، يعني رح نعم يكون عندها التاثير. هلا هون كمان كثير مهم نستعمل الكريم المضبوط، يعني نحن في كريمات بيتواجد فيها ماده الالاستين اسمها، الالاستين هو مثل التلزيق، يعني انتم وقفوا قدام المرايه اعملوا هيك بتصغروا 10 سنين. لا ولو ايه اكيد. فهون التجاعيد حيروحوا، فكثير مهم نحن المادة الموجودة بالكريم من أسيد إيلورنيك، إلاستين، كولاجين تكون موجودة، هودي بيعملوا شيء من إلو ستيكي للوجه، يعني بهديلي وجه طلوع،
اوكي لو استعملتهم انا دقيقه او دقيقتين فاتت هالماده على الوجه ورجعت لي الالاستيسيتي تبع البشره، الانسياب، هالخدود رجعوا يوقفوا لفوق. ما انا مجرد عم بعمل على طول، خلال رح تشوفوا الفرق خلال اسبوع بس باستعمال كريمات غنيه بهالمواد من تحت لفوق بشيل ايدي. المساج كتير مفيد لو مثل ما قلنا انه دقيقه او دقيقتين اكيد حيفيد. نعم، بالنسبه للكونتور دي جو يلي دائما في السيدات وصبايا بيعانوا من الهاله السوداء او من الانتفاخ. نعم. قلت لي هديك المره بس كنا سوا انه لازم هيدا ينوضع بالبراد. نعم. ليكون مسقع وبس نحطه نعمله بهيدي الطريقه لتمشي الدوره الدمويه. نعم. قديش فعال؟ وفي كتار بيقولوا لك طيب ما نحن بنحط صبح وظهر وعشيه وبعد في انتفاخ وبعد في سواد تحت العين، هون بيكونوا ما اختاروا المناسب لبشرتهم ولا شو بيكون صاير؟ من في كذا عامل بياثروا بهذا الشيء. هلا مثل انا عم بعطي شيء علاج والشخص بعده مثلا ما عم بينام منيح او عنده العوامل الوراثيه اللي هي شرايين رقيقه تحت عينه او عم يتعب كثير على بشغله على الكمبيوتر، فكمان هول الاشياء بده يخففها، يعني بده يصير ينام شوي احلى مع العلاج اللي هو الاي كونتور حول العينين لحتى يساعده. هلا هالمواد الموجوده بالكريم الكونتور حول العيون هن اهم مادتين الفيتامين كا والكافيين. هالمواد مع البروده بنحطه بالبراد للبرودكت وبنستعملهم بارتابوت مو، يعني بنحط النقطة صغيرة على أصابعنا بس هيك مثل دغدغة بنقلها بالعربي تما يصير عندي كمان تجاعيد. هون الجلد كتير رقيقة، فلأنه رقيقة والدم المجمع ورا هو فيه تاني أكسيد الكربون بيعطي هاللون الأسمر. أوكي، فأنا بار ترانسبارانس من ورا أنه رقيقة كتير الجلد بشوف هاللون الأسود اللي هو كناية عن تعب وسهر وعوامل وراثية، فتمشي منيح الدورة الدموية وجيب الدم مع أكسيد الكربون، يعني هو من له أكسي إيموغلوبين لجيبه لهي المنطقة، لازم يكون مسقع الكريم ولازم يكون فيه فيتامين كا ولازم يكون فيه كافيين. طيب بتعرف انه في ماركات كثيره بالسوق متلايين السوق. نعم. انا شو بعرف وكيف بدي اعرف شو بدي اختار علما انه كله هو الافضل والاجود؟ يعني بتثبت شوف. نعم. الدعايات كله هو الافضل وبده يجي رشك عشرين سنه اوه عشنا بعالم ثاني، فانا كيف بدي اعرف انه هيدا مناسب؟ هل من اول مره اذا حطيته ما عمل لي اليرجي يعني مناسب، او لازم استعمله جمعه جمعتين شهر شهرين لاعرف اذا افيكاس ولا لا؟ هلا مينيموم لازم استعمله على اسبوع، وتاني شغله بدي اشوف اذا هالمواد الفعاله موجوده. في يكون مثلا انا عم استعمل كريم لحول العيون او للبشره وما فيها كثير اشياء بتناسب عمري، يعني هون نحن فينا نساعد الشخص انه نعطيه الكريم حسب عمره، يعني من عمر 30 وطالع مش من مثل العمر 20 مش أكيد. مثل العمر 50، فهون بتزيد المواد الفعاله كل ما كبرت الوحده بالعمر عشان نسبه الترهل بتصير اكثر. فالمواد لازم تكون موجوده، نقرا انه هالمواد موجوده، نبعد قد ما فينا عن كثير الاسامي الكيميائيه، يعني مثل السيليكون او الاشياء هودي شوي مع الوقت بيضروا البشره، يعني ما يكونوا كثير متواجدين مثل ديميتيكون مثل هول الاسامي. في كثير مواد حسب وين ما نستعملهم لازم يكون في مواد فعاله موجوده بقلب الكريم. الي مع وجود صيحات البوتوكس والفيلرز بعد هالقد الكريمات لازم نعطيهم اهميه ولا بالعكس لازم نعطيهم اهميه؟ لانه يمكن في كتار ناس ما بيحطوا لا بوتوكس ولا فيلرز بوجههم، ويمكن كتار حتى لو حطوا بدنا نحافظ على ليونه البشره ونضاره البشره. حضرتك لانه يعني بخضم هذا الموضوع وبتشتغلوا. نعم. قد ايه الكريمات هن بياثروا مع وجود ثوره البوتوكس؟ اكيد بياثروا كثير. نحن لو عملنا بوتوكس او فيلر هالمواد رح يعبوا لنا بشرتنا او يشدوها، هالكريمات رح تساعد انه يعطي ضل فعاليه هالمواد المحقونه لفتره اكثر، ومثل ما حكينا قبل شوي انه المساج من تحت لفوق حيساعد كثير انه يحافظ على الفيلرز موجودين بالخدود، البوتوكس بطريقه الاستعمال هيدي حيضل موجود اكثر، حيكون بدل ما يكون موجود 3 اشهر رح يكون 6 اشهر و8 اشهر فبيضاينوا اكثر، والديكومبوزيشن يعني التاكسد او نسبه التاكسد تبعهم حتخف فحيضاينوا اكثر بالوجه. كمان النقطة الثانية اللي بدنا نحكي فيها اليوم هي قصة الشمس والبرونزاج. نعم. وأكيد الكل يعني ما بدي خص السيدات بس هلا الموسم كثير السيدات عايتين الأمر أهمية وأي متى بدنا نبلش على البسين وماشي الحال. نعم. ولكن قصة ساعات الشمس يلي دايما بنقولها من
11 لثلاثة قبل وبعد شو لازم؟ أوقات مثلا بنحط كلنا سوا إكرام وما بنعود نحط كل النهار وبنقضي كل النهار على البحر. خبرنا عن هيدي الشغلة. وفي شغلة أوقات بيكون مكتوب على الإكرام مثلا إشياء نحن ما بنفهمها حتى لو قريناها، يا ريت منوضحها أكثر للمشاهدين. نعم، هلا هون نحن بلش فصل الصيف، رح نعتبر نحن بدنا نبلش نروح على البحر. أهم شيء نبلش نروح تدريجيا بغنى. أول شيء عم نعتبر أنه عم نستعمل واقي شمسي أو كريماتنا أو لا، بدنا نروح تدريجيا. إذا نحن رحنا أول مشوار على البحر ما يكون 3 لـ4 ساعات وخمس ساعات، فترة طويلة، خصوصي مثل ما حضرتك قلتي بين الـ11 والـ4 هالفترة. فهون نحن مجرد ما رحنا لفترات صغيرة وصرنا نزيد شوي شوي، نحن بس نروح نتعرض للشمس، الكبد عنده شغلة انه شغله هو يحمي لي بشرتي، من هيك نحن بصير عندنا لون اسمر برونزاج لبشرتنا. الكبد رح يفرز مادة اسمها ميلانين رح تصبغ لنا بشرتنا تنحنا ما تقود بشرتنا تاخد الأشعة الفوق البنفسجية بكميات كبيرة. فأنا بس روح ربع ساعة أو نص ساعة أول مرة، هالكمية اللي حتنفرز رح تكون صغيرة، وكمية سرعة إفرازها من الكبد للبشرة بيستغرق وقت طويل. فأنا إذا رحت نص ساعة، بهالنص ساعة فرز كمية معينة، رحت على الفي رح هالكمية تنفلش بطريقة كتير خفيفة ومنا مأزية. بينما إذا أنا رحت قعدت 4 لـ5 ساعات هالكمية حتكون كبيرة، فالسرعة ما حيقدر يفرزها على البشرة بهالأربع خمس ساعات، بدها تروح أكتر. رحت أنا على الفي ما بقى مبين وين الشمس ضاربة علي، فبجمعهم مطرح واحد بيعمل لي كلف. هيدا واحد من العوامل اللي بتعمل بالكلف كلف. نعم. يلي كتار حرام السيدات بيعينوا منه، هيدا صعب كتير ارجع اتخلص منه. هاي المشكلة 100% 100%. فهون لازم أنا أصير أطلع على الشمس تدريجيا، أوكي؟ وبس أطلع على الشمس كتير مهم حط الواقي الشمسي. ما في مشكلة لو فيه شوية لون أبيض، عشان اللون الأبيض هو اللي بيعكس أشعة الشمس وبيعكس الـ UVA UVB. فهون بدي أقرأ أنا على الواقي الشمسي، أهم شيء إذا بستعمله كواقي SPF 50، يعني Sun Protection Factor 50. لازم يعني يكون 50 هو؟ 50 كحماية أكيد. أي. أوكي، إذا أقل ما بيحميني منيح. أنا إذا بستعمله كواقي شمسي تشيل عني أشعة الشمس، الأفضل يكون 50. أوكي، الـ50 بتعني إنه هو هيعكس 50% من أشعة الشمس، عشان في دراسات قبل كانوا يحطوا 100 و100% حامي واقي شمسي، هيدا منه موجود. هيدا مش موجود؟ لا، بس طرد مكتوب عليه إلي 50، يعني أنا لازم كل شيء 3-4 ساعات أرجع أحط كل ولا ساعة أو ساعتين إذا أنا عم بتعرض للشمس. كل عشان ساعتين؟ الدراسات هي بتنعمل بقلب المختبر، ما بيكون في مي، يعني إذا أنا بدي أنزل على البحر لو قالوا لك ووتر بروف سان سكرين يعني ضد المي رح يكون في شوي عم بيروحوا بالمي، ونحن عم نعرق بالشمس، يعني هالعرق وهالمي حيدوبوا هالمادة عن وجهي، فما حتحميني بالفترة اللي هن عاملين دراسة فيها بالمختبر. أوكي، فأنا الأفضل كل ساعة أو ساعتين جدد إذا بدي أحمي حالي مزبوط. أوكي، هون كون بس سوري، بس بتضل تاخد برونزاج؟ يعني احنا ما على الوجه ايه هون ايه، بس انه قصدك على الجسم كمان ايه. انا اذا يا بدي احمي حالي يا بدي اعمل برونزاج، هون صار شغلتين متاع. بس هلا اذا نازلين اذا نازلين مدام سحر اذا نازلين وحاملين العده واخذين اوف من الشغل لنعمل برونزاج، بدنا نرجع كمان نحط بروتكسيون، شو نازلين نعمل؟ اذا بدك تعملي برونزاج صار شيء ثاني، ما بنحط اكرام. يعني بتعرفوا هلا شو دايرش كل السيدات بحطوا وجه ورقبه لانه اكثر شيء حمايه، يعني لهون بيوصلوا للديكولتي، بعدين انه اذا بدك تحط حمايه على كل جسمك لشو تنزل تعمل برونزاج؟ يعني لا، في ناس يمكن صار بيخافوا يصير عندهم مشاكل من الشمس مثل سرطان جلدي او شيء، هون بدهم يحموا حالهم. واهم شيء الاطفال مهم كثير ادهن لهم كل جسمهم اكرام، او بدي لبسهم ثياب بيضاء إذا بدي أحميه مزبوط للولد، بدي يكون عم لبسه أبيض، هاللون بيعكس أشعة الشمس، فبكون عم بحميه بطريقة كتير منيحة مع شابو بيضة مع برنايطة.
قالي شو رأيك بالأكل وبالشرب؟ يعني بصيروا يقولوا لازم ناخد عصير جزر وليمون نخلطهم ببعضهم ونشرب هيك بنصير ناخد برونزاج بطريقة جيدة وبدون ما نحرق حالنا، قد ايه هذا الحديث مزبوط علما انه انا بس بدي انزل برونزاج بدي اشرب هولي او لازم اكون مهدي حالي اخذتهم يمكن قبل بجمعة قبل بجمعتين؟ لا، في مثلا عصير الجزر هو محفز للكبد ليعمل هاللون البرونزي، في بلش اشرب منهم قبل بوقت، وفي بس كون ايه مش ضروري يكون دغري على البحر واشربهم، يعني في بلش اشرب يعني مثلا قبل اسبوع مثلا بعود جسمي انه اشرب عصير الجزر. في اخترعوا حبوب بفرنسا بتاخذيهم قبل فتره بصير الكبد هو بشغلوا الكبد بطريقه سريعه يعني قويه فعاله اكثر تا يفرز هالبرونزاج، وبس تروحوا فتره كثير صغيره على البحر بصير الجسم برونزي، بس هودي اكيد بيكون عم بيشغلوا الكبد فوق طاقته يعني منهم كثير منيح، يعني اكيد مش صحيه. نعم، اصلا كل شيء برات الناتشر مظبوط. بس اهم شيء مثل ما حكينا لو حضرتك او الصبايا او الشباب رايحين يعملوا برونزاج يروحوا تدريجيا على الشمس شوي شوي. مثل ما قلنا ما بدي انا اوكي اخذ اوف من الشغل بروح بقعد 5-6 ساعات بالبحر عم بكون عم باذي حالي وعم اعرض حالي للاشعه. لا الحلو بيقولوا لك خي احترقنا، انه بيكونوا مبسوطين انه صاروا محروقين كلهم كل الليل مش نايمين. طيب شو الله جبرتك؟ لا اذا ما ناموا بدي يحطوا لبن يعني على جسمهم ساعتها ليطفوا الحروق. 100% اللبن كثير منيح. 100% قبل ما نمشي على البحر بتفضل نحط كريم دو جور نرجع بروتكسيون نرجع نمشي، ولا ساعتها بلا الكريم دو جور دغري بنحط هالاكرام؟ الافضل الكريم دو جور على طول. نحن على البشره على طول نحط كريماتنا، فوق الكريمات بنحط الاكرام بطريقه كثير ناعمه حتى ما بدنا نفركه، يعني ما يكون البشره عم نعرضها لمواد كيميائيه ثانيه او شيء. انا معود وجهي على الكريم حتى بوضع الفاونديشن، انا اذا بدي ابعد شوي عن الفاونديشن بحط الكريم بحط كومباكت باودر بكون عم لون البشره وببعد عن الفاونديشن. الفاونديشن هو بوليونت للبشره بفوت مواد الملونه وفيه كيميكلز كثير، يكون الكريم اللي حطيته انخلط مع الفاونديشن وصار كله مخلوط وفات الفاونديشن على بشرتي. لا بفضل على طول يحط الشخص الكريم مش عم نحط كومباكت باودر، يعني عم نلون فوق الكريم هيك بيكون بعده الكريم هو اون كونتاكت مع البو يعني هو على البشره دغري. نعم اللي كيف بتفسر في سيدات بيقولوا لك بنروح بنقعد نص ساعه بنصير سود على البحر بلوتو انه في سيدات كتار بيقولوا لك بنقعد من الصبح لعشيه على اساس نحمر او بنصير شوي برونزي بس انه نظهر نص ساعه بنرجع بيض؟ نعم هون شغلة الكبد طبعا، كل شخص عنده كبده بيشتغل بطريقة معينة. مثلا حتى الناس الستات الحوامل بتعرفوا في كتير نساء خلال فترة الحمل بصير عندهم كلف، هون بيوطى عندهم مستوى الاستروجين فالكبد تبعه بصير يفرز مادة الميلانين بكمية كتير كبيرة بصير عندهم كلف قوي، كمان بينطروا لاخر الحمل ليشوفوا اذا خف اذا ما خف بده يروحوا يشيلوه بالبيلينج اسيد وهالاشياء، فبينعمل جلسات لينشال يعني منه هين. فكل شخص عنده كبده بيفرز كميه هالميلانين بطريقه معينه، في ناس اذا تعرضوا لفتره شمس نص ساعه كبدهم بيفرز كميه كثير كبيره، ناس لا بس يعني. بيعملوا احمرار وما بيعملوا برونزاج بضل كثير خفيف. شو رايك بالدواء الاحمر وزيت الزيتون؟ لانه كمان في كتار بحطوا على جسمهم دواء احمر وزيت الزيتون. علمي جديده اذا بتحبي اذا بتحب تتعلمها الي. لا عن جد كثار سيدات شو عم تعملوا زيت زيتون ودواء احمر؟ شو يلا بيدهنوا وبالشمس؟ هو الدواء احمر بيطبق على الجسم ما بس ما وزيت الزيتون رح يسرع عمليه البرونزاج فبيشوفوا انه سمروا، بس هو حيدبغ على جمعه جمعتين. انتم بتعرفوا اذا الايوزين حطيتوه على الايد او شيء بدبغ ما بيروح بالهين، فهون عم يخترعوا شيء انه من حواضر البيت وفاكرين انه هي الطريقة. لا هو الافضل نضل ناتوريل. هلا اذا بدنا نسرع شوي بنحط شوية زيوت، كل الزيوت شوي حتحمي البشرة فحتخلي الكبد يعطي اكثر ميلانين ليحمي هالبشرة بلاقيها حامية، فهو اوتوماتيك ما حيفرز هالميلانين. بس على طول نضل بالفترات الصغيرة نروح على البحر ونرجع نزيدها بعدين.
100%. لازم يكون في كريمات للصيفية وكريمات للشتوية، بمعنى أنه يمكن أنا بستعمل كريم معين بيتعدى الوقت الصيفية أو بصير خفف منه، أو لازم يكون في كريمات للصيفية وكريمات للشتوية من نفس الكريم اللي أنا بستعمله مثلا؟ فيك تكون عندنا كريمات للصيفية وكريمات للشتوية، أو كمية الكريم بتخفف وبتنزاد بالشتوية. بتعرفوا بالشتاء بتنشف البشرة، ما بيكون في كتير طوبة، ما بتصير في ترانسبيراسيون، تعرق للبشرة، فهون الكمية بتكون أكتر بالشتاء. بالصيف كمية الكريم بنحطها أقل، بس لازم نشرب مي أكتر أكيد لنضل بشرتنا مرطبة. المي رح توصل على البشرة لنقدر نحن نرطبها، فهون الكمية لا، فينا نستعمل نفس الكريم بس كميته تكون أقل شوية، نحس نحن وين بيترطب البشرة مزبوط من وقف. وأهم شيء نستعمل إذا ظهرنا لبرا الحماية، واصلا هو كريم النهار رح يكون فيه حمايه خفيفه، فبيغني شوي عن الحمايه اذا منه عم نتعرض للشمس. نعم، في كتير من السيدات كتير بيركزوا على كريم دو نوي، بينسوا كريم تبع النهار، وكمان بالعكس في كتير من السيدات كريم دو جور وكريم دو نوي ما بيحطوه. اي الاهم؟ يعني انا بسمع كتير انه اوكي ماشي الحال، حتى كريم بالنهار، بس من عشيه ما فينا ننام بدون كريم دو نوي. برايك شو الموضوع؟ اثنيناتهم مهمين؟ الكريم دنوي اهم من الكريم دجور، ولا كيف الموضوع؟ لا، هن اثنيناتهم مهمين، لو ما اثنيناتهم مهمين ما استعمل هالاثنين خلال النهار. مثل ما حكينا قبل شوي انه طريقه استعمال، انت اذا استعملتي بس تبع نوي ما حتعملي مساج لوجهك، وما حتعطي هالترطيب وهالفيتامينات الموجودين والمواد الفعاله من الاستين، كولاجين، اسيد هيالورونيك للبشره. فبتكوني خلال ال 24 ساعه عم تستعملي مره وحده هالمواد، فمنه كافي ليغذي لي بشرتي وليشدها. يعني الست اذا حابه يضل وجهها مشدود وما تختير تستعمل مرتين، اذا حابه تختير تستعمل مره واحده. فمنا نقول لهم انه هيدا الشيء كثير مهم انه نستعمل مرتين. هلا الكريم دونوي كثير مهم، ليه؟ لانه نحن خلال الليل ما عندنا اكتيفيتي، ما عم نحرك، ما عم نعرق، ما عم نحرك وجهنا، فهون الكريم عم يشتغل بطريقه كثير حلوه. من هيك اني بس يحطوا كريم الليل بيفيقوا بلاقوا وجههم اريح واحلى من كريم النهار، لانه بالنهار هني اون بلان اكسيون، يعني عم بيشتغلوا عم يروحوا وكذا، وجههم عم يحرك عم يعبسوا عم يضحكوا وكذا، فهون عم يتحرك الوجه، ما حيشوفوا النتيجه اللي بيشوفوها بكريم الليل، فبيفكروا انه كريم الليل بيفيد اكثر من كريم النهار. هو لا، اثنيناتهم بيفيدوا، بس في واحد عم نكون اوروبو ما عم نعرق وجهنا مرتاح، بنقوم بنلاقي الوجه الكريم اشتغل بطريقه اقوى واحلى، فمنفكر انه هيدا احلى من هيدا. هن اثنيناتهم مهمين. بنهايه لقائنا عم بيقول لي توني ما بقى معنا وقت، بس سؤال سريع، الفيتامينات يلي بنكسرها مثل الابر وبنحطها على الوجه، هل هي فعاله؟ نعم، في بيكون فيها هي الفيتامينات اللي نحن حابين نحطها، مثل فيتامين اي، فيتامين سي، هالفيتامينات، ف كله اكيد بفيد. قاعدين نحن بدنا نشكرك على حضورك. ما بنشبع منكم يا عم. على انت كمان على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها يلي هي عن جد مهمه ولازم ناخذها بعين الاعتبار. شكرا لحضورك الصباح معنا. ادي صعب دكتور في الكيمياء وعالم مستحضرات التجميل، اهلا وسهلا. شكرا لك ويعطيكم العافيه والله قويكم. يا هلا ولك كمان. اصدقائنا المشاهدين، نحن متابعين معكم يومنا الجديد، بنروح الى فسحه اعلانيه ونواصل.